هاي ليديز، اليوم بدنا نحكي عن الكات اي، كيف ممكن نحط اي لاينر بطريقه مرتبه وطبيعيه. رح اربط شعري اول شيء. طبعا بنعمل التان الخفيفه، فيها اكيد تكون شوي فيها لمعه، مش ضروري تكون كلها مات. نحط شوية باودر تحت العين. الاي شادو رح بيكون عبارة عن ألوان هادية كمان. تحت الحاجب منحط اللون البيج. أنا بحب مع الاي كات إنه يكونوا الاي شادو مات، ما يكون فيهم لمعة، ما يكون فيهم جليتر. بخلط هول اللونين مع بعض لنحطهم على جفن العين من فوق، وبرجع بضيف على زاوية العين وين العظمة لون أغمق شوي. كتير مهم إنه بوسط العين من فوق ما يكون الأيلاينر عريض وجاي مثل مبروم. لهالسبب رح نعمل شغلة، منبلش من زاوية العين، بعدين مناخد خط رفيع للآخر على الطرف، بعدين منرجع منعرض. خلينا نبلش بأول عين. برجع برسم من زاوية العين. نحن هلأ عملنا الخط الأيلاينر الرفيع النورمال العادة، إذا بدي أقوى برجع شوي بمد الطرف، هيك بتكون ممدودة أكتر. خلينا نشوف كيف. هلأ بدنا نحط الرموش على العين. أنا اخترت الرموش يلي بيجوا شوي مفرقين وعلى الطرف طبعا أطول من الأمام. طلعنا هلأ بالعيون، في أنا أرجع أعلم شوي الأيلاينر وأبرزه أكتر. بيبقى في بقلب العين، أنتو حسب شو بتحبوا. أنا مثلاً عبالي خلي بقلب العين فاضي واشتغل شوية آي شادو خفيف من تحت العين. فينا شوي على زاوية العين نحط لون فاتح يعطي شوية إكلا. الحواجب بنمشطهم مثل العادة ومنعلمهم بطريقة كتير ناتورال. نرجع منشيل الباودر من تحت العين لنشيل البقايا من الاي شادو. ماسكارا، لما بيكون في رموش بدنا نجرب الماسكارا ما تجي على آخر الرمش، خلي النظرة تكون طبيعية ونركز على أول العين، أول الرمش نعطيه كثافة. برجع بفرجيكم انه الكات اي كيف بدها تجي الرسمه. بضل عنا البلاش. مع الكات اي ميك اب فينا اكيد نحط الحمره يلي بدنا اياها. انا اليوم عبالي حط الحمره لشوي غامقه اللي بتجي على بيربل غامق يلي هي كتير دارجه لموسم الخريف والشتاء. وهيدا الكات اي ميك اب فينا اكيد نستخدمه خلال اوقات الليل، وطبعا اذا عنا اي مناسبه بالنهار، وفينا اكيد نحط لون الحمره يلي بدكم اياها.